بنكمل مع بعض كده أسئلة. وصلنا للسؤال رقم 41، جايب لنا صفحة اهي كده، وبيقول لك ايه بقى؟ وبيقول لك use the find and replace، استخدم find و replace dialog box to automatically replace. طلب منك هنا بقى تستبدل. تستبدل ايه؟ all instance، كل الكلمات of the word we، كل الكلمات اللي مكتوبة عندك في ال document we، تبدلها بايه بقى؟ with the word you، تبدلها بالكلمة you. خدنا قبل كده سؤال بس قال لك ايه find، بس يعني ايه دور على مثلا على كلمة في الدوكمنت، واستخدمنا الامر find من قائمة edit. لا، هنا بقى ايه عايزين ندور على كلمة ونستبدلها بكلمة ايه تانية. طيب بص معايا كده، وليكن ده الايه الفايل بتاعنا. هقول له بقى، هقول له قائمة edit، هقول له مش find بقى، لا replace. هيجيب لي مربع ده، هيقول لي find what، ادور على ايه؟ ادور على كلمة we، ماشي. replace with، ابدلها بكلمة ايه؟ you. واقول له ايه؟ replace all. يبقى كده يا جماعة هيدور في النص كله، في التكست كله، على اي كلمة we ويغير ايه ليو. اتفقنا؟ السؤال اللي بعد كده، رقم كام؟ رقم 42، ونجيبه اهو. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك change the font size، change the font size، غير حجم الخط. يعني بص، هو مختار كده كلمتين هم، ماشي، وعايزك تغير الفونت سايز، حجم الخط بتاعهم to 12 بوينتس. سهل، سؤال سهل قوي. يعني مثلا انت معلم على وليكن حاجه زي كده، عايز تغير الفونت سايز بتاعهم ل 12، بتيجي من هنا كده ضغط فونت سايز، بتيجي من هنا كده تختار ايه 12 بس، ماشي يا جماعه. طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده رقم 43، برضو محدد لك جمله كده، بيقول لك ايه بقى؟ ميك سيلكتد تكست، خلي الجمله المختاره اندرلايند، يعني تحتها خط. سهل جدا اهو، محددين اهو، عايزين نعمل اندرلاين اهو. حرف ايه؟ اليو. لو قال لك بولت، حرف البي. لو قال لك ايتاليك ميل، حرف الاي. كده يا جماعه. بعد كده السؤال بعد كده لو رقم 44، بيقول لك ايه بقى؟ جايب لك في النص كده 50 درجه سي، وعايز ايه؟ ومحدد لك الدرجه، حدد لك ايه الدرجه. وبقول لك ايه بقى؟ وبقول لك يوز ذا فورماتنج اوبشن، استخدم التنسيق، خيارات التنسيق ذات وود ميك سيلكت تكست، اللي هتخلي النص المختار لوك لايك ذس، شبه اللي جاي 50 درجه سي. يعني يا جماعه عايز يخلي الدرجه ديت ها فوق الخط، ماشي. هتلاحظ الدرجه ايه فوق الخط، يعني مش على محادثه ال 50 والسي، لا فوقهم بشويه. هنعمل فيها ايه بقى؟ بص كده، بقول لكم يا جماعه كده ادي اهو 50 سي، عايزين نخلي الدرجه ديت فوق شويه. نعمل ايه؟ هو معلمها اهو، هنروح على قائمه فورمات، ونروح على الامر فونت، وفي بقى افكتس حاجه اسمها سوبر سكريبت، كتابه فوق الخط اهو. نعلمها كده ونقول له اوكي ونشوف ايه اللي يحصل. هتلاقي الدرجه راحت فين؟ الدرجه جت فوق الايه؟ فوق السي. طب لو هو عايزها تحت، نخليها ايه؟ سبسكريبت. فين يا جماعه؟ يبقى هي متحدده، بنروح على قائمه فورمات، نختار فونت، نعلم سوبر سكريبت، نقول له ايه اوكي. السؤال اللي بعد كده، السؤال 45، نص اهو، هو محدده، عايز منه ايه بقى؟ بيقول لك الاين، يعني حازي، في الاين وفي الاينمنت، الاينمنت محاذاه. هنا بيقول لك الاين حازي سيلكت التكست، النص المختار اللي متحدد، يعني سو both edges، كلتا الحواف، يعني الحواف اللي على اليمين وعلى الشمال are straight، تكون مستقيمة. عايز الحواف اللي هي على الشمال دي وعلى اليمين دي تكون ايه؟ مستقيمة. ازاي بقى؟ بص كده، اقول لكم يا جماعة ده تكست اهو، عايز الحواف اللي على اليمين وعلى الشمال تكون مستقيمة. منين؟ من دي يا جماعة، اهي اسمها justify، justify اهي. يعني هو اصلا النص كان كده،
تحس ان دي طالعه ودي داخله وكده. عايز بقى تظبط كله تيجي على ايه؟ على جاستيفاي اللي هي دي، هتلاحظ ان الحرف هنا والحرف هنا متساويه. بعد كده السؤال رقم 46 بيقول لك ابلاي ليفت اندنت واحد تو ذيس باراجراف. اعتقد ده سؤال مكرر يعني، بس انا بسرعه كده عايز ليفت اندنت. بنروح كده لفورمات وباراجراف وادي اندنتيشن ليفت، طالما قالك ليفت يبقى فور تكست. وواحد بوصه واحد وتقوم عامل شيفت ايه طه وتقول له اوكي. ماشي يا جماعه، اهو راجع عامل ايه مسافه بادئه اهوت، اهو باراجراف اهو جاي عامل مسافه بادئه قبله واحد ايه واحد بوصه. اللي بعد كده السؤال رقم 47 محدد نص كده ومختاره وبيقول لك ايه بقى؟ change the line spacing، يعني غير المسافه بين السطور for the selected text to double line spacing. double line كده لاين واحد بس يا جماعه، سنجل يعني اللاين سبيسنج بين السطور سنجل مفرد، لا هو عايزه دبل. نعمل ايه بقى؟ بص كده وليكن النص ده هو المختار اهو، تلاحظ ان المسافات بين السطر والتاني مفيش. بص بقى هروح على فورمات ونختار باراجراف، تيجي اهو على اللاين سبيسنج مكتوب سنجل، لا خليها دبل، اهي خليها دبل وقول له اوكي. شوف كده النص عامل ايه؟ اهو وسع ايه عن بعضه. ماشي كده يا جماعه، شوف بقى السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 48 جايب لك نص كده ويقول لك display the non printing characters، اعرض الكاركترز او الحروف الغير مطبوعه in this document. بص يا جماعه لما يجي يقول لك display non printing characters يقصد بها ايه؟ يقصد بيها هذا الكاركتر. يا جماعه هو ده هو ده، اتك عليه كده ماشي، هتلاحظ اهو بص العلامه اهي، وده علامه وده علامه، هتلاحظ في كل فقره جايب ايه؟ جايب علامه خلاص. ولو جيت هنا عملت انتر، كل ما تعمل انتر يديك ايه علامه، دي اسمها يا جماعه نون برينتنج كاركترز. طب ايه اهميتها؟ ملهاش اي اهميه، بس مجرد بس بيجي لك ايه بتمشي معاك وانت ايه وانت بتكتب كده يا جماعه، اهي بس تعمل انتر تيجي لك تحت وهكذا، دي اسمها نون برينتنج كاركترز. فلو قال لك ديسبلاي لها تيجي عليها ايه كليك وخلاص، تيجي شكلها قوي اهي جنب الايه جنب ال 100% جنب الزوم. السؤال اللي بعد كده رقم 49 جايب لك نص كده ويقول لك ايه بقى؟ insert the copyright symbol، ادرج الرمز بتاع الكوبيرايت اللي هو حقوق الايه النسخ اللي هو السيج وداير اللي هو ده، add the insertion point. قال قبل كده سؤال ادرج رمز بس كان تي ام، ده نفس يا جماعه نفس الحكايه. ادي وليكن مثلا المؤشر اهو اهو، هتروح على قائمه insert ادراج وتقول له عايز ادرج سيمبل رمز وعايز ايه اللي هو ده يا جماعه، ده اسمه الكوبي رايت ساين، علامه حقوق ايه حقوق النسخ. قول له انسرت وقول له كلوز هتلاقي نزلت معاك اهي. نكبرها عشان نشوفها اهي يا جماعه دي تمام. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 50 معلم لك الجزء اللي فوق ده كده من النص، عايز ايه بقى؟ بيقول لك تشينج هو عايز تحت بقى يقول لك تشينج ذا نيم ساره، في اسم مكتوب في الوثيقه ديت اسمه ساره اس اي ار اي، عايز تغيره لساره اس اي ار اتش ان ذا تو فيلد ان اوف ذا ديو. سهل جدا يعني، هو كاتب اسم غلط اي صححه، كاتب اس اي ار اي عايز اضيف اتش، حط المؤشر وضيف اتش اوكي، وبعد ما تضيف اتش قول له ايه؟ قول له سبمت. بس كده